ايس وايت موكا. خلاص 2 ايس وايت موكا. كنت خلصت محاضراتي وطلعت بطاقة الجامعة ويس بروح الحين الصالون اتجهز. اخذت لي سناك اني لسه ما تغديت ف يس احتاج شي كذا يصبرني. جاي الصالون ابغى اسوي اظافري كم شغلة. طبعا الحين وقت خالتي جدا جاي بطلع كوبي قهوة انا بعد عشان تمخوخة. خلصت خالتي واخيرا ساعتين خلاص اوكي. بس ايش وقت تحب ابوك كذا؟ ايوه ما شفتها. تدرين قاعده اقول له وين راحوا؟ اهلا جايز من اليوم الثاني. طبعا اليوم هو يوم الزواج فلازم نروح الصالون نحط ميك اب نسوي شعر. فاول شيء تروشت راح اوريكم العطور اللي انا استخدمها بعد الشاور. اول عطر اللي دائما انا اغثكم فيه هذا العطر من خصلة عطر الشعر، مرة حلو ريحته ثابتة بس عيب انه احس حجمه صغير وبسرعة يخلص. وهذا العطر للجسم من نارسيسو ريحته بعد مرة حلوة احبها بعد الشاور وريحته ثابتة تعتبر. وبرضو هذا المسك من نايس ون اخذته مرة حلوين وعندي كل انواع مسك نايس ون ريحتهم تجنن اسعارهم حلوة والاهم انها ثابتة وتجلس مدة مرة طويلة. مرة حلو الشغل مرة حلوة. زي ما تشوفون المهم هذا السويت خلوني اوريكم اياه. هنا مسوي لنا كذا ركن قهوة. هنا اتوقع الغرفة وهنا حمام. شوف والله ما ادري يس اتوقع هنا ستة نازلة اجيب اكلي حتى بدون شوز. زي ما تشوفون وصل اكلي أهم شي مود وأنا نازلة بشراب واضح إني مالي خليك
بوريكم الصورات حقتي. بلبس هذا الطقم، هذه الساعة بساور. أهم شيء عندي أنا إني أوريكم فستاني، مرة متحمسة أوريكم إياه. أهم شيء لازم تشوفون إياه، مرة حلو. سو بوريكم إياه الحين. هذا هو، ما أدري ليش بالتصوير شكله خايس، أحس ما أدري مو طالع نفس بالصدق، والألوان أحس شوي غير. بس كالعادة هذا ستايلي، اللهم هالمرة كذا ماخذة شوي أفخم، دايما مرة كذا سادة ما في شيء لون واحد، هالمرة لا، يعني في أشياء بس برضو ناعم. هذا الفستان اللي بيسألون أخذتها من محل داش بالخبر السويكت، تصاميمها مرة حلوة. خلاص تقريبا صار لازم ألبس وأجهز. زي ما تشوفون لبست وخلصت. معازيم جو تقريبا نصهم يعني او ربعهم كذا. أنا اللي أروح أودي وأنزل. ما أدري وين أنا بس أتوقع أروح المطبخ. دقيقة، أنا ما حددت أساساً وين أروح. أوكي شكراً، انتهت المهمة. بس بعد نص ساعة يمكن راح تبدأ الزفة. طبعاً أنا اللي غلطت بالوضع، وأنا اللي بقول لهم متى يفتحون الباب، متى تمشي، متى زي كذا، فهمتوا؟ برجع تحت كمل المناسبة. أنا وش مشكلتي معي؟ أوكي وش نحط؟ نسيت. مرة حلو. يطيح من جفن السهر ألفين. المهم الحين وقت العشاء، طبعا أنا جاي متأخر. السويت عندهم شكلها مرة يومي، شوفوا. وأخيرا لبست عباتي وبدلت وشلت هذه الحوزة اللي بشعري. يا الله أحس راسي صدع من كثر البنس، شوفوا مو طبيعي. استغفر الله.
الله تعبت مرة، خدنا كل أغراضنا وبدلنا نمشي البيت. الحمد لله يا رب، صدق يعني كل شيء تيسر، مع إن كنا مرة شايلين هم، بس الحمد لله كل شيء تيسر. خلينا نشوف إذا في أحد. تخيلوا إحنا خلينا المعازيم ورحنا، شوف ما في ولا أحد ولا مخلوقة.